بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم أجمل تحية صباحية مع انطلاقة شوطنا الثامن في تعداد أشواط صباحي هذا اليوم، الشوط الثامن وهو الشوط الخاص بزمول المهجنات الأصايل، زمول المستقبل وفحول المستقبل أيضا وفحول الإنتاج، تشارك في هذا الصباح الجميل. انطلاقة سليمة مشاهدينا متابعينا الكرام لهذا الشوط، نسير مباشرة بالصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة، وأراهني دايمان من قاد المجموعة بالشعار ناصر بن محفوظ بن خميس لينيبي من ينطلق على مقدمة هذا الشوط، يليه اللي في المركز الثاني من الجانب الآخر، من الجانب الآخر أرى التحديات من شاهين لحميد بن سلطان بالكديدة الفلاسي، ومع المركز الثالث، المركز الثالث نسير مشاهدي متابعين الكرام كي نتابع التحديات القادمة في هذه اللحظات. من المتحد لعلي بن عبيد بن غدير الاكتبي من أعلن انطلاقة المتحد مع المركز الثالث، رابعا القدوم والتسلل من مايهاب لمحمد بن عتيج بن خبية الاكتبي، ومع المركز الخامس، المركز الخامس التسلل من شاهين للدكتور سعيد بن سالم الشيخ، متابعا لانطلاقة الدكتور من بدأ يتسلل، من بدأ ينطلق مع المركز الخامس والسادس. التحديات مشاهدينا متابعينا الكرام، القدوم 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 من مثير لمحمد بن سهيل بن هيان العامري، ومع المركز السابع، المركز السابع التألق مشاهدينا متابعينا الكرام، والقدوم في هذه اللحظات والتسلل من السعر السعيد بن راشد بن عبيد المريزيق المري من يتابع انطلاقة السعر مع المركز السابع. ثامنا مشاهدينا متابعين الكرام، القدوم والنقلة مع المركز الثامن، مع المركز الثامن كي أرى التسلل، كي أرى الانطلاق المثير والتحديات القادمة في هذه اللحظات. ننطلق مشاهدينا متابعين الكرام مع المركز التاسع، مع المركز التاسع كي أرى التسلل، أرى الانطلاق المثير والتحديات الرائعة في هذا الصباح، مع هذا الانطلاق المباشر، مع هذا الاندفاع الجميل في هذا الشوط وزمول المهجنات الأصايل. يا سلام يا سلام يا سلام، التحديات رائعة، الانطلاقات جميلة، والتحدي المثير عنوان هذا الشوط. ولكن نعود مع الصدارة، نتابع نتابع البداية، نتابع المقدمة، نتابع نتابع اللي قاد المجموعة ديمان 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 من يسير بناموس هذا الشوط ويتهادى وحيدا خارج السرب، ينطلق بالصدارة ديمان ناصر بن محفوظ بن خميس الينيبي من أعلن، من أعلن انطلاقة ديمان على صدارة هذا الشوط. نتابع المركز الثاني، نتابع المركز الثاني والتحديات من شاهين لحميد بن سلطان بن كديدة الفلاسي، ومع المركز الثالث، المركز الثالث القدوم والتحديات الرائعة في هذه اللحظات، مع هذا الاندفاع المثير. وأرهني المتحد علي بن عبيد بن غدير الاكتبي من يتابع انطلاقة المتحد مع المركز الثالث، رابعا انطلاقة شاهين للدكتور سعيد بن سالم الشيخ، ومع المركز الخامس، المركز الخامس التسلل، التسلل من مثير لمحمد بن سهيل بن هيان العامري، نتابع المركز السادس والتسلل أيضا، القدوم في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز السادس، كي نتابع مايهاب لمحمد بن عتيج بن خفية الاكتبي، وسابعا المركز السابع السعر لسعيد بن راشد بن عبيد المريزيق المري، الدور دور المركز الثامن، ننطلق مع ثامن التحديات بهذا الاندفاع المثير. نتابع نتابع عنيد راشد بن حارب بن محمد الشامسي من أعلن، من أعلن انطلاقة عنيد مع المركز الثامن والتاسع التحديات، الريان لسعيد بن عبد الهادي بن سعيد
سعيد بن عبد الهادي الشهواني من أعلن انطلاقة الريان، من يتدخل في هذه اللحظات مع المركز التاسع وعاشرا براق لعبد الله بن سعيد من تركي البحيح المري متابعا لانطلاقة براق مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندان الثاني جولتنا الثانية مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط بهذه التحديات الرائعة مع هذه التجارب الأولى في مسافة 8 كيلو مترات وهي المسافة الفعلية لهذا السن، سن الكبار دائما، الانطلاقات متميزة، الاندفاعات رائعة. ولكن نعود مع الصدارة، نتابع سكان المقدمة، نتابع التحدي والإثارة. يا سلام، ودائما على الصدارة، دائما على مقدمة الشوط، يندفع منذ البداية، يقود المجموعة بالشعار، أيضا بالشعار ناصر بن محفوظ بن خميس رينيبي، من أعلن الصدارة، من أعلن المقدمة، اندفع بناموس هذا الشوط. لكن أرى التحديات مع المركز الثاني. نتابع شاهين لحميد بن سلطان بن كديدة الفلاسي، ومع المركز الثالث أرى هني المتحد، أرى المتحد مع المركز الثالث لعلي بن عبيد بن غدير الكتبي، ولكن من الجانب الآخر الدخول والتسلل. نتابع شاهين للدكتور سعيد بن سالم الشيخ يتسلل مع المركز الثالث ورابع، التحديات المتحد لعلي بن عبيد بن غدير الاكتبي. يا سلام، التحديات رائعة، الانطلاقات جميلة. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الخامس كي أرى القدوم لمثير لمحمد بن سهيل بن هيان العامري، ومع المركز السادس من الجانب الآخر القدوم لمايهاب لمحمد بن عتيق بن خذية الاكتبي، والانطلاقة مع المركز السابع كي أرى السعر لسعيد بن راشد بن عبيد بن مريزيق المري، ومع المركز الثامن أرى القدوم لعنيد لراشد بن حارب بن محمد الشامسي. وبينما إذا انطلقنا مع المركز التاسع نتابع الشارد يتسلل بأول ندى في هذه اللحظات، ومحمد بن راشد بن سعيد بن حمود الاكتبي من تابع انطلاقة الشارد من بدأ يتسلل في هذه اللحظات وينطلق مع المركز الثامن. تاسع التحديات الريان لعبد الهادي بن سعيد بن عبد الهادي الشهواني بالشعار الهادي، ينطلق مع المركز التاسع. عاشرا مشاهدينا متابعينا الكرام، أرى التحديات القادمة في هذه اللحظات والقدوم مع المركز العاشر. نتابع براق لعبد الله بن سعيد بن تركي البحيح، من يتابع انطلاقة أيضا براق مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندان الثالث للعشر المراكز الأولى. المسيرة تسير والتحديات رائعة، الانطلاقات جميلة في هذا الشوط. يا سلام، ولكن دائما على الصدارة، دائما على المقدمة، يقود المجموعة منذ البداية، يفرض سيطرته التامة على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، وهو ينطلق بالصدارة. يا سلام، وبهذا الشعار، شعار ناصر بن محفوظ بن خميس الينيبي، من يتابع انطلاقة دايمان. ولكن أرى الجماعة قادمين، أرى التحديات رائعة، أرى الشعارات المتميزة والأسامي الرنانة اللي بدأت تتدخل في هذه اللحظات مع هذا السيل القادم بكل قوة. نتابع شاهين لحميد بن سلطان بن كديدة الفلاسي مع المركز الثاني، ومع المركز الثالث عنيد يسير بعناد، ينطلق مع المركز الثالث راشد بن حارب بن محمد الشامسي، والقدوم مع المركز الرابع. نتابع السعر بدأ يرتفع السعر مع المركز الرابع، وسعيد بن راشد المريزيق المري، من يتابع انطلاقة السعر
الشاعر مع المركز الرابع. خامس التحديات شاهين للدكتور سعيد بن سالم الشيخ، يتابع انطلاقة شاهين مع المركز الخامس. التحديات قادمة، ولكن هناك أيضا هناك دايمان منفرد بالصدارة، منفرد بالمقدمة، مبعد المسافة، مبعد المسافة يا سلام. وبعد المغادرة للوحة 2 كيلومترات بوابة المدرج غادرناها، ودايمان ينفرد بناموس هذا الشوط مع هذا التحدي المثير مع هذا الانطلاق الجميل. وناصر بن محفوظ بخميس الينيبي، ولكن أرى الجماعة قادمين يا الينيبي. خلي بالك أرى التحديات جميلة، وأرى عنيد أول الهاجمين في هذه اللحظات مع المركز الثاني لراشد بن حارب بن محمد الشامسي، ومع المركز الثالث التحديات للسعر لسعيد بن راشد المريزيق المري. القدوم والتحديات من الريان لعبد الهادي من سعيد بن عبد الهادي الشهواني، ومن الجانب الآخر نتابع التحديات أيضا. القدوم التسلل من مثير لمحمد بن سهيل بن هيان العامري، من بدأ يتسلل في هذه اللحظات، ينطلق مع المركز الثاني، ينطلق بهذا التحدي، وعينه على الصدارة، عينه على دايمان. دايمان ينطلق ومثير قادم بكل قوة، والكيلومتر الأخير والخطير مع هذا الانطلاق، مع هذا الاندفاع المباشر. يا سلام التحديات رائعة والانطلاقات جميلة مشاهدينا متابعينا الكرام. يا سلام دايمان على الصدارة، ولكن أرى هناك الكم، أرى السيل القادم بكل قوة، مثير قادم، الجماعة قادمين مع هذا التحدي، مع هذا الاندفاع المباشر. يا سلام، مثير مع المركز الثاني وبشعار محمد بن سهيل بن هيان العامري. اللحظات الأخيرة دايمان ومثير، يا سلام. ولكن دايمان مصر إصرار الفوز والتحدي، قام راس وانهشوط راس بالفعل، اندفاع رائعة بناموسي هذا الشوط. دايمان على الصدارة، تهانينا لناصر بن محفوظ بن خميس الينيبي مع هذا الأداء المباشر اللي قدمه دايمان. اللحظات الأخيرة ودايمان على الصدارة. سلام العاصمة أبوظبي، سلام مع الأداء المتميز اللي قدمه دايمان. تهانينا لناصر بن محفوظ بن خميس رينيبي على فوز دايمان بالمركز الأول. هذه لحظات الوصول إلى خط النهاية، سلام وتحية مع الأداء المتميز اللي قدمه دايمان المركز الثاني. يصل مشاهدينا متابعينا الكرام لسعيد بن سيف بن عبيد بن كديده والمركز الثالث. التحديات من براق لعبد الله بن سعيد بن تركيا البحيح والمركز الرابع. القدوم ايضا من الذيب لراشد بن ناصر بن مشيط، والمركز الخامس عنيد لراشد بن حارب بن محمد الشامسي. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود بالتوقيت الزمني ولحظات وصول دايمان إلى خط النهاية، يقطع المسافة في 13 دقيقة 49 ثانية وثمان أجزاء من الثانية. التهاني لناصر بن محفوظ بن خميس الينيبي، والتهاني أيضا لأبو ناصر محفوظ بن خميس الينيبي داعم لهذا الشعار. بينما اللي وصل مع المركز الثاني وفاجأنا في اللحظات الأخيرة أوشام، 13 دقيقة 53 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية توقيت الزمني. التهاني لسعيد بن سيف بن عبيد بن كديدة الفلاسي، واللي وصل مع المركز الثالث براق يقطع المسافة في 13 دقيقة 53 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. التهاني موصولة لعبد الله بن سعيد بن تركي البحيح المري، تهاني.